اهلا وسهلا بيكم، ورجعنا تاني في بيت اميره. والنهارده معانا اللي مشرفانا ومنورانا الاستاذه اميره السيسي، مصممه اكسسوار ومصممه برضك حاجات جميله. هي هتعرفنا بقى ايه الماده اللي بتشغل بيها. ازيك وسهلا بيكي وعامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحاجات الغريبه ديت عامله لي توتر، عايزه اعرف بس ليه؟ اشكالها تحفه وجميله ومش عارفه ايه الماده بتاعتها. يعني جت مره عايزه اعمل حاجات زي دي مثلا، فجبت شمع وقعدت اعمل بيها. هل هو شمع فعلا؟ لا لا لا، هو مش شمع خالص، حاجه يعني تانية خالص. عايزين بس الكاميرا تيجي عليها دي. اولا ساعه انا هسيبها خالص تمام. هيضربوني لو مسكت الحاجه. تمام ماشي اوكي. ودي برضك ايه؟ دي صينية. ايوه صينية. دي صينية. ايوه. عرفينا برضك المادة اسمها ايه؟ دي مادة اسمها ايبوكسي. المادة دي عبارة عن ايه بقى؟ اسمها ريزون ايبوكسي. ريزون ايبوكسي ايوه. تمام. ممكن تبقى ايبوكسي بس يعني. هي دي المادة دي عبارة عن مادة كيميائية. تمام. شفافة لزجة. انا بقى بقدر اشكلها، احولها، اعمل فيها الاشكال اللي حضرتك شايفاها دي، سواء بقوالب او بحاجه اسمها صب حر. الماده دي طبعا ليها تكنيك كده معين علشان يطلع بالشكل ده. وفي حاجات كتير بتطلع اشكالات مختلفه عن التانية صح؟ طبعا مفيش اي حاجه هاند ميد عموما يعني. والريزن بالاخص مفيش حاجه قطعه بتطلع زي التانية ابدا يعني. تمام. كل قطعه غير التانية قطعه مميزه جدا يا جماعه يعني. يعني فعلا. يعني هي فعلا كل قطعه حتى لو حاولت ان انا اكررها تاني او حد طلبها مني تاني بتطلع بشكل مختلف تماما خالص. سبحان الله. تمام. يعني حتى ببقى داخله الحكايه ببدا بفكره وبعدين ببص الاقي الالوان اتحركت مني لوحدها. وبسيبها بحريتها، ببص الاقي في النهايه التصميم راح لسكه تانية خالص. يعني الاهرامات ده الوانات كلها جميله وتحفه. دي من الحاجات الجديده اللي انا عملتها. الاهرامات لونها تحفه جدا. يعني كل واحد لون معين. لون مختلف. ايوه. امتى ابتديتي برضك في هي الفترة مش بعيدة؟ اكتشفتي امتى موهبتك برضك يعني؟ بصي انا عملت حاجات كتير جدا هاند ميد بس ما لقيتش نفسي غير في الريزن، والريزن ده بالصدفة لقيت نفسي بتفرج على فيديوهات فلقيت فيديو ورا التاني فمشيهم بقى ورا بعض، فقعدت فترة ادرس الحكاية دي لغاية ما قلت لا خلاص انا شربت الموضوع كويس قوي وعايزة. انا ما خدتش كورسات على فكرة وبدأ تقريبا من 6 7 شهور بس، فدرست الموضوع كويس قوي ولقيتني انا حباه جدا يعني، لقيت شغفي فيه. دي اكتر حاجه هاند ميد انا حبيتها جدا. الفيديو برضك بتاع حضرتك هيتعرض حالا. تمام. عايزه برضك البيدج بتاعك تعرضيه على الناس وتقوليه. البيدج بتاعي ارت كرافت. ارت كرافت. ايوه ايوه. يعني الحاجات دي لقيت نفسي فيها يعني تحفه جدا يعني. وبعدين ناس كتير بتسالني ده ايه يعني. أنا الحمد لله الحمد لله يعني انا من اوائل الناس في بورسعيد اللي دخلت الشغل ده. بورسعيد يعني بورسعيد منوره. ربنا يخليكي نورك. القاهره بقى منوره بيكي. القاهره منوره. منوره بيكي والله. ربنا يخليكي يا رب. اهل الكرم زي ما بيقولوا كده واهل الجدعنه. عايزه اعرف برضك الاكسسوارات. ايوه يعني دي حاجات جديده برضو. اسفه بقى انا لازم امسكها يعني. يعني الشكل ده معمولة بالورد المجفف. وفيها وحدات إضاءة من جوه يعني دي بتتشحن، تشحنيها مع الشمس أو في الفلاش والله. أو كده وهتلاقيها نورت لك في الضلمة. أنت منورة لوحدك. حاجات جميلة والله ومختلفة جدا. زي ما عودناكم بيت أميرة طبعا بتجيب الحاجات المختلفة. الفيديو بتاع حضرتك على الهوا برضك. بنعرض الحاجات بتاعتك. بقول برضك إن العامل النفسي بيشتغل معاكي في حاجة يعني. أي فنان عموما لو أنت مثلا زعلانة أو كده مثلا ممكن تطلعي حاجة فيها روح شجن مثلا. في حاجات بتطلع كده وبعدين في حاجات بتبوظ أصلا. بتبوظ فعلا يعني. بصي الهاند ميد عموما والريزن بالنسبه لي لازم يتعمل بحب. ببقى مبسوطه وانا بعمله. لو مزاجي مش كويس ما بعرفش اطلع شغل. وممكن يطلع مني بايظ كمان على فكره. فلازم اكون داخله وبحضر التصميم وبحضر الفكره وبحضر الالوان ومزاجي لازم يكون رايق جدا علشان اقدر اطلع حاجه انا اكون راضيه عنها يعني. في الاخر يعني نفسك في ايه بقى في 2021 على مستوى شغلك او مستوى
بالنسبه للمستوى على مستوى البلد، انا نفسي الحاجات اللي احنا فيها دي تنتهي باذن الله، يا رب يا رب، والكرب اللي احنا فيه ده اللهم امين، والوباء اللي احنا فيه ينتهي تماما. وبالنسبه لشغلي انا نفسي ان انا اصدر شغلي لبره مصر. اه تمام، ان شاء الله، بإذن الله. عايزين نشوف الشيف بقى، ورينا يا شيف عملت ايه. ماشي خلاص كده الرز بتاعي خلص اهوت، ما شاء الله جميل شكله، بس هزينه بس بالبقدونس. تمام تسلم ايدك ليك يا حبيبتي. وبعدين في الالوان اهو. تمام، زي ما بنقول الفلفل بنحطه تزيين. اه والبقدونس معايا صدور الفراخ اهي مستويه خالص اهي، هناكل ببعض معايا. ده الريحه ايه ما شاء الله، جميل جدا. انا معايا اهي، وبعدين هعمل لكم كمان طبق تاني. هنعمل ايه اهي، ده الطبق بتاعي جميل وشكله ولونه تحفه، شكله جميل وبألف هنا اهوت. صدور الفراخ استوت معايا خالص، والرز مفلفل وجميل خالص اهوت، وزينا بالبقدونس والفلفل الالوان. تمام، وبعدين هنعمل طبق تاني خالص. هنعمل ايه، هنعمل جلاش. مش هنلحق نعمل ان شاء الله اهوت. الاول صوص الشوكولاته اهوت معايا، شوفوا عامل ازاي اهوت. هنصب اهوت في اي بوله او اي حاجه، ده القوام بتاعه. تمام، انت عامله جاهز يا شيف صح؟ ده صوص الشوكولاته اهوت. هي الشيف عامله لنا برضك جلاش جاهز عشان الوقت بس. ايوه عامله كمان جلاش، احنا بس هنعرض بس الجلاش على الشاشه وخلاص. أيوة تمام اهوت، هنعرض الجلاش على الشاشه وخلاص. بنحط الاول اهوت، بنحط كنافه ومعاها اي مكسرات انت عايزاها. تمام، بنستنى الساده بعملها كده، وبعدين ارص في الصينيه، وبعدين في الاخر خالص اقطع. وبعدين معايا شوكولاته للتزيين، بسيحها في حمام ميه، وبعدين احطها على الايه، على ال بتاعي. تمام، انا جايباه جاهز عشان وقت البرنامج، هنوريه جاهز بس يا جماعه. ايوه معايا شكل الجلاش اهوت، احنا الوقت بجد ذهبي اهوت. ده يا جماعه شكل الجلاش أهوت. تمام، الوقت معلش يا شيف والله الوقت بيستعجلوني. تمام، هقدمه في بتاع الاطباق بتاع الكب كيك. تمام، بالمحشي جميل جدا، وبنخليه لونه إيه؟ ذهبي كده، ما بياخدش معانا وقت خالص اهوت. تمام، الف هنا. ايه الاخبار؟ نقولها شكرا ولا لا؟ تسلم ايديكي ونورتينا، ونورتينا يا استاذه اميره، وشرفتينا بالحاجات الجميله دي. كنت عايزه اديك حضرتك كمان يا نهار، عشان دي اول حاجه اديكي جيت عليها حبيبتي. تسلمي لها، انا متشكره ليكي جدا، وشكرا ليكم. وان شاء الله انتظرونا في حلقات كتيره لبرنامج بيت اميره، في امان الله.